بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف العالمين. الاسم والخسارات الفادحة التي تترتب على التخاذل عن صلاة الصبح في جماعة، وعن صلاة الجماعة بصفة خاصة بصفة عامة، لكن كلامنا على صلاة الصبح بالذات التي يقصر فيها القاسم الأعظم للناس. المعلومات العليا دلوقتي دي لا يعلمها القاسم الأعظم للناس، فلذلك أرجو أن تسمعوني بأذن واعية وصغيرة. العلماء مجمعون على تقسيم تارك صلاة الجماعة وتارك صلاة الصبح في جماعة تقسيما كبيرا قالوا عليه الاسم الكبير والخسارة الفادحة، لكنهم مختلفون في ماهية قبول الصلاة، هل الصلاة مقبولة أم لا. جمهور العلماء أو يعني أكثر العلماء قالوا صلاته صحيحة، ولكن عليه الاسم الكبير والخسارة الفادحة للأحاديث الصحيحة الكثيرة اللي هنقولها دلوقتي. الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية وغيرهم قالوا لا تصح الصلاة أصلا، والصلاة بدون عذر خارج المسجد حتى لو كان فجر أو غير فجر تقع باطلة وعليه الإعادة، لازم يعيد الصلاة تاني. الإمام أحمد توسط بين الرأيين وقال يا أيها الناس لا تجازفوا بصلاتكم، صلوها كلها في المساجد، أي أن الذي يصلي صلاة خارج المسجد بدون عذر يجازف بصلاته مجازفة شديدة. الأحاديث الصحيحة العليا دلوقتي، يبقى إذا إحنا دلوقتي بنتكلم عن الخسارات الفادحة التي يخسرها تارك صلاة الصبح في جماعة. أول حاجة قبول الصلاة بمعنى جمهور العلماء وبمعنى ابن القيم وتيمية والإمام أحمد. جمهور العلماء اعتمد على حديث واحد اللي هو صلاة الفذ في المسجد خير من صلاته في سوقه او في او في او في سوقه او عمله او بيته ب 27 درجه، في روايات اخرى ب 25 درجه. اللي ابن القيم وابن تيميه وغيرهم والامام احمد ده اعتمدوا على احاديث اخرى كثيره صحيحه خطيره جدا. جاء في صحيح ابي داود من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاه التي صلاها. قال رسول الله ما العذر؟ قال خوف او مرض، خوف شديد من وحش كاسر او عدو غادر على يعني على قارعة الطريق، أو مرض أو ضار، واحد عنده شلل رباعي، واحد عنده دي الأعذار المبيحة لترك صلاة الصبح في جماعة، غير كده لا. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم كان لا يمنعهم أي شيء عن الصلاة، كان يؤتى في الحديث الصحيح يؤتى بالرجل منا يحمل بين الرجلين يتهادى تخط رجله في الأرض حتى يقام في الصف. راجل مشلول يتشال شيل رجليه تخط في الأرض يتجرجر، اتنين شايلينه لغايه ما يحطوه في الصف وهو مشلول. اشكال الصحابه قال في الحديث لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا، يعني هو مريض يحمي على ايديه ورجليه زي البيبي لغايه ما يوصل الى المسجد. اشكال الصحابه لما مجهز عبد الله بن ام مكتوم على الرغم من كبر سنه وعماه وضعفه وكان بيته بعيد، في الحديث صحيح مسلم يا رسول الله انا شاسع الدار وعمي بصري ولا ومعي غلام لا يلائمني، اتجد لي رخصه فان اصلي في بيتي؟ قال لا، لا اجد لك رخصه. حديث واضح ما فيش اي كلام. وفي روايه اخرى اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فلبي النداء. حديث ثاني خطير في البخاري خطير جدا. لقد هممت الرسول صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم هممت ان استخلف واحدا ليصلي بالمسلمين، ثم امر بحطب فيحطب، ثم اخالف الى اقوام فاحرق عليهم بيوتهم. فاحرق عليهم بيوتهم. وفي روايه اخرى في البخاري ايضا لولا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفت الى اقوام فاحرقت عليهم بيوتهم. الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من ان يحرق بيوت هؤلاء الناس الاطفال والنساء الذين ليس لهم ذنب. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يضبطهم متلبسين في بيوتهم وان يستخلف واحدا يصلي بالناس ويترك الجماعه ليذهب الى بيوتهم ليحرق بيوتهم هم فيها. طبعا حديث خطير جدا جدا. لذلك ادله ابن القيم وابن تيميه ادله قويه، ادله قويه، وربما يكون الحديث بتاع الجمهور ده نسخ، ما هو في ناسخ ومنسوخ في الفقه. فمن يعني احنا وصلتنا السنه، لكن التوقيت اللي اتقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده، الحديث ده ليس بتوقيت دقيق، ليس معروفا. الرسول صلى الله عليه وسلم في يقول الحديث ثم ينسخ بعد سنه ولا اثنين، ربما يكون، لكن ما فيش حاجه في السنه بتقول ان هو نسخ. عشان وبقي هذا اصحاب الاعذار، لكن اصحاب الاعذار القويه، لكن واحد ساكن جنب البيت إذا كان أصلا لم يجوز لعبد الله بن مكتوم اللي ساكن على بعد 4 أو 5 كيلو ولم يجوز له، لأن كان بيسمع النداء. أنا شاسع الدار، شاسع الدار أي بيتي بعيد، وواحد أعمى ودلوقتي في بيت جنب كل مسجد على بعد خطوتين والناس بتكسل عن صلاة الفجر. دي الخسارة الأولى، ودي خسارة كبيرة جدا، عدم قبول الصلاة بمعنى أقل من دي. يعني تكتب، يعني يكتب إن أنت صليت لكن مفيش ثواب، يعني ودي خسارة كبيرة جدا. الخسارة الثانية ودي خسارة فادحة أيضا جدا جدا، تخسر النور العظيم الذي تعطاه على الصراط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه، وفي روايه اخرى بالنور العظيم يوم القيامه. الحديث بمجموع طرقه يصل الى الحديث الصحيح،
الجزاء من جنس العمل، تنزل الى صلاه الفجر في المسجد في الظلام تعطى نورا عظيما، لا تنزل تحرم من النور العظيم. هذا النور تعطاه وانت على الصراط اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف، ويضرب على متن جهنم حوله كلاليب بتهمش وتلسع الناس وهم يمشون على الصراط. عشان كده الناس على ثلاث اصناف كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ناج مرسل او مار مخدوش او هامل في نار جهنم. ناج مرسل يعني واحد هادي بسرعه البرق او كلامح البصر كمثل الخاطف، فلا تطول هذه الكلاليب. او مار مخدوش هيمشي بسرعه اقل، ده اللي بيضيع سرعه الفجر في الجامع ويخمش ويرسع ويصل متاخرا، يخمش بقى في الوجه وفي الكتف، يصل متاخرا ولا يصل الى درجات الى فردوس الاعلى. او هاون في نار جهنم بيضيع صلاه الجماعه وبيضيع صلاه الجماعه وكمان بيرتكب الذنوب فيقع في جهنم والعياذ بالله. جهنم مظلمه شديده الظلمه، لا تستطيع ان ترى كف يدك وانت تمشي على الصراط اللي هو احد ارفع من الشعره واحد من السيف، تمشي عليه وانت عاري حافي القدمين. فاختار لنفسك، هتندم اشد الندم وانت على الصراط انما تحرم من النور العظيم عشان بتضيع صلاه الفجر في الجامع. تلاقي نفسك ماشي تحبي، ماشي بالراحه والكليب بتلسعك وتحرم من الوصول الى الفردوس الاعلى. فدي خساره كبيره جدا جدا. والصراط اصعب موقف يوم القيامه. الرسول صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه تقول: يا رسول الله اتذكرون اهليكم يوم القيامه؟ قال: الا في ثلاثه مواقف، عند تطاير الكتب وعند الميزان وعند الصراط. اصعب موقف. فتقول لا، لان انت محتاج للنور، انت محتاج الى النور اشد الاحتياج وانت على الصراط. ما تضيعش النور، النور ده هو نور صلاه الفجر ومعاه العشاء، بس الفجر اهم. الخساره الثالثه: هتخسر قيام ليله بحالها. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول في سجل: لان اصلي الصبح في جماعه احب الي من اقيم ليله كامله. يعني واقف على رجليك 9 ساعات او 10 ساعات من بعد المغرب، مش بعد العشاء، بعد المغرب لغايه الفجر، لم تفطن عن الصلاه لحظه واحده. ال 10 ساعات دول ما يسابوش ال 10 دقائق بتوع صلاه الفجر في الجامع. تخسر حجه تامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا من توضى فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لا يخرج إلى الصلاة كان له كأجر الحج المحرم، بداية من النفقة التي تدفع في الحج مرورا بكل المناسك. تخسر رؤية رب العالمين مرتين في اليوم، لا ترى إلا مرة واحدة في الأسبوع على أغلب الأقوال العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا البدر في السماء لا تضامون في رؤيته إن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فقال العلماء في تفسير هذا الحديث: سنرى الله سبحانه وتعالى مره في صلاه الفجر ومره في صلاه العشاء في 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 في, في كما نرى هذا كما نرى البدر في السماء لا تضامون فريات اي لا تتنافسون. طبعا اللي ما بيروحش الفجر هيحرم رؤيه رب العالمين. المؤمنون يتباينون تباينا شديدا جدا في رؤيه رب العالمين في الجنه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى جميل جدا جدا جدا، نوره لا يوصف. لو أنا واحدة من أهل من حول العين نزلت إلى الأرض لطمست نورها نور الشمس كما تطمش الشمس نور النجوم، فما بالك بقى بنور رب العالمين اللي عامل إزاي؟ لو واحدة من حول العين نزلت الشمس تختفي الصبح زي ما النجوم بتختفي بسبب الشمس. شوف أنت بقى بتخسر قد إيه؟ لما بتخسر التمتع برؤية رب العالمين في الجنة، هي أشرف وأعلى مقابات. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي رؤية رب العالمين اللي هي أعلى من الجنة وأفضل من الجنة، خسرت اللي هو أعلى من الجنة. ترى ربنا مره واحده في الاسبوع فقط. عشان كده ربنا عشان بيقول في الايه ان اهل الفردوس الاعلى لا يرون ربهم مرتين كل يوم، واهل الدرجات الادنى لا يرون ربهم مره كل اسبوع. تبقى انت خسرت رؤيه رب العالمين، مش هتشوفه الا مره او مرتين او والارجح هيكون مره، لانك ستنزم للفردوس الاعلى زي ما هنبين دلوقتي في حديث ثاني. يبقى خسرت رؤيه رب العالمين دي خساره كبيره جدا جدا. وخسرت ايه؟ الخساره الثانيه خسرت الجمال والنور اللي انت بتاخده من ربنا لما بيتجلى عليك. لان اهل الفردوس الاعلى او اللي هيشوفوا ربنا مرتين لما ربنا هيتجلى هيبقوا عاملين زي الشمس، هياخدوا من النور ده في منتهى الجمال والبهاء. لما يرجعوا لزوجاتهم في القصور الزوجات تسهر وتخطب وتقول له: ما اجمل ما اجملك وما لقد سد نورا وجمالا وبهاء، وتطلب منه ان يواقعها. الثاني لما بيشوفش ربنا اقل جمالا بكثير جدا، خساره كبيره جدا جدا. تخسر ايضا ذمه الله. طبعا احنا قلنا يعني شوف انت خسرت رؤيه رب العالمين في الجنه، ودي دي لا تعدلها خساره. تخسر ذمه الله. يعني جاء في صحيح مسلم: من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، اي في كنف الله ورعايه الله ومعيه الله. لا من ضيع صلاه الصبح في جماعه فهو ليس في ذمه الله ولا معيه الله، تكون معرضا لاي مصيبه، حادث قطار، حادث سياره، تقع في بلوعه، توقع اي مصيبه بقى. صلاه الفجر في المسجد والاذكار اذكار الصباح والمساء هي التي تحميك. لذلك كثرة البلايا والمصائب وموت الفجأة بسبب تخاذل الناس عن صلاة الفجر في الجماعة.
تخسر جنة الله اللي هي الفردوس الأعلى، يبقى تاني مش هتشوف ربنا الا مره واحده في الاسبوع. شوف ربنا بيقول ايه الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث اللي هي الصحاح الالباني، ينادي الله رب العالمين ويقول يوم القيامه اين جيراني، فتقول ملائكته يا رب من ينبغي لا ان يجارك، فيقول اين عمار المساجد، اين عمار المساجد. طبعا اللي ما بيصليش الصبح كلهم في جماعه لا يعتد به ان هو من عمار المساجد، وبالتالي تكون في تنزل للفردوس الاعلى، تكون في الدرجات الادنى، تخسر جيره الله وجيران الله سبحانه وتعالى الفردوس الاعلى دول المقربون، لان الجنه 100 درجه عليها الفردوس الاعلى، ليس فوقها شيء الا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الخساره الاخيره عطيه من افضل العطايا في الفردوس الاعلى، تيجي بعد رؤيه رب العالمين في الجنه كثيرا مرتين، خيول ذهبيه هيحرم منها المتكاسلين، هيحرم منها المتكاسلون. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث له خمس طرق كلها صحيحه، إن في الجنة لا شجرة وقالوا لها طوبة، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبية مسرقة بالدر والياقوت، لا تبول ولا تقوت خطوها مد البصر، يطير بها أهل الجنة يشاؤون. فيقول أهل الدرجات الأدنى يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطنا، فيقول رب العالمين إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. صلاة كبيرة جدا. يبقى اللي ما بيقومش في الثلث الأخير من الليل ينزل من الفردوس الاعلى، يعني ما بيصومش كتير ينزل من الفردوس الاعلى، يبقى في الدرجه الادنى. ما بيصومش رمضان بس والسته البيض، ربنا يعيرهم. ما بالك بقى بيضيع ساعه الفجر في الجامعه، مصيبه. لان اني اهم قيام الثلث الاخير من الليل، في الثلث الاخير من الليل ولا ما هم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون. طب ما بالكم بقى باللي بيصلوا فجر في الجامع، وانت دول كانوا بيصلوا فجر في الجامع وانتوا كنتوا متكسلوا في البيت وقاعدين تصلي، تقوم تكروا وتصلي في خطوه خمس دقائق جنب السرير وتخش تنام تاني. تنزل للفردوس الاعلى وتكون في الدرجات الادنى وتحرم بقى من كل العطايا، سواء كانت الخيول الذهبيه، رؤيه رب العالمين في الجنه، وهناك عطايا كثيره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، سيخصها الله سبحانه وتعالى باهل الفردوس الاعلى. خساره كبيره جدا جدا. دي بعض الخسارات الفادحه التي يخسرها تارك صلاه الصبح في جماعه وتارك الجماعه بصفه عامه. هكتب لحضرتك الكلام ده تحت فيديو، يا ريت تنسخوه وتنشروه على الواقع، يا ريت تتقوا الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله، اتقوا الله، يعني ده اللي بيعدي عليه ساعه ما يذكرش الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يشور ما من قوم يجلسون في مجلس او يسيرون في طريق ساعه لا يسكنون الله تعالى ويصلون في عنبيهم الى نبيهم الا وكان عليهم حسره وطره يوم القيامه وان كانوا من اهل الجنه، وان كانوا من اهل الجنه. حسره يعني يتحسر على الساعه دي، وطره اي كان حق الله سبحانه وتعالى يسال منه. فما بالك بقى مش بيعدي عليه ساعه ما يشكرش ربنا، ما بالك بقى باللي بيضيع صلاه الصبح في جماعه. فهتندب اشد الندم يوم القيامه وانت على الصراط، وهتبكي دم، اقسم بالله ستبكي، ستندب اشد الندم، قسم وحسب عليه، لكن هيكون فات الاوان. فاكتب الكلام ده تحت الفيديو، ليت تنسخوه وتنشروه على موقع التواصل الاجتماعي، نشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، ومن علم علما فان الله اجر من عمل به يوم القيامه، لا ينكر ذلك من جون شان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.